سلام، انا كوثر من مدينه برشيد. عندي هاد البنيه عندها احتياجات خاصه وعندها نقص الاكسجين وعندها مرض الصرع، وكنتمنى من شي واحد اللي يوقف معايا غير في دواها وفي الترويض. هادشي اللي باغا كيفاش عندها مرض الصرع؟ كيفاش عندها هادشي من الولاده؟ وقع لها في الولاده، عندها فات عليها الوقت عدت 9 شهور و 12 يوم، وطرد قالت لي السقيه في الصباح ملي مشيت بغيت نولد قال لك باقي الوقت. صافي جيت للدار هنايا حتى الوحده رجعت عندهم تاني قال لك سيري باقي الوقت. قلت لهم كتبوا لي ورقه للسطاش، مشيت للسطاش تما قال لك لا رجعي عندهم البرشيد راه غاديين يولدوك. يعني هاد الحاله عاديه تقدري تولدي عندهم. جيت تاني البرشيد حتى للجوج ولا معرفت ثلاثه حاشاك الملي كان طرد قالت لي السقيه في الاول ولا ليا خضر. صافي صيفطوني ارجعوا للسطاش تاني، مشيت لسطات تاني مولدونيش. ملي صافي بقيت تاني بقيت حتى لستة الصباح، وحده جات قالت لي بغات اللي كتجي كتولد اللي كتجي كتولد. كنشوف انا ما عرفتش، قلت لها اختي علاش اللي كتجي زعما كتولدوها وانا؟ قالت لي اختي بغيتي تولدي سري جيبي 200 درهم. صافي قلت لها اختي، قلت لها قولوها ليا من الصباح، قلت لها نمشي نجيبها لك. مشيت جبتها ليها صافي شداتها صافي خرجوا مع ستة الصباح. جات لقاتني مسكينه واحد الفرمليه كانت توجع هي اللي وقفات معايا وولداتني بواحد الصعوبه، حتى دارت لي السيروم ودقات لي البراوات عاد ولداتني. صافي وملي تزادت زادت البنيه هكا مريضه عندها نقص ما ملي تزادت ما غوتاتش ما طلعش لها الاكسجين للدماغ. صافي من تما نعستها عندهم 16 يوم كيحيدوا لها طلع لها الميكروب للراس، داكشي اللي شربت طلع لها الراس. صافي نعسوها 16 يوم كيحيدوا لها داك الميكروب بالبراوات وكيدقوا لها البراوات ويديروا لها الدواء. صافي وكيعطاو ليا عطاو ليا الدريه ما فايقاش كاع من عطاو ليا جبت حتى للدار. صافي عاد بقات بشوي بشوي حتى هي كتكبر هي كتفيق. صافي دارت 3 شهور، ملي دارت 3 شهور صافي بدا كيبان على دوك الاعراض، الدريه بدا كيجيها المرض الصرع، بدات كتقفز، بدات هي في الاول كان كيجيها بحال كتبقى ترعد. صافي شويه دابا كتبقى بحال كتقفز بيه. صافي من تما وانا كنعطي من تما وانا كنعاني معاها، لا ماكلتها ما كتاكل ما ردعتها ما ترضع، وهي خاصه مشكله كلشي مطحون موكله كلشي مطحون، ما كتاكلش ماكله عاديه بحال شي دري صغير ولا كلشي مطحون. صافي من تماك وانا كندير معاها، البركه ما كتبركش، المشيه ما كتمشيان ما كتمشيش. دابا الحل الوحيد اللي قالوا لي هو الترويض. قلت لي حتى تشوف شاكه فيها ما كتشوف، تشوف ما تشوف شاكه فيها يعني ما كت... ما نعرف ما نعرف. بعد مرات كتعطيني واحد الاحساس كتشوف، بعد مرات ما هادشي الحاله شوف راسها كدي حديتها ماشي مديتهاش للطبيب. جوج ما ديتها 4 المرات 20 غش، جوج مرات قالوا لي يعني عدى داكشي غير من الراس. يعني ما كتحكم حتى حاجه، ما كتحكم حتى في ديالها لا لا ها العنف ديالها ها الحاله ديالها راه كلشي باين. انا ما غنكذب ما غادي ندير حتى شي، ما غنكذبش على بنادم. ها الحاله ديال البنيه بنادم كيشوف، وانا اللي بغيت بغيت غير اللي يعاوني شي حد على في الترويض، حيت قالوا لي الحل الوحيد باش تمشي زعما وباش من العصب ما يتشكرفش لا هو الترويض. خاصه يوميا 100 درهم للحصه، خاصه يوميا 100 درهم للحصه. وعاد الدواء ديالها راه كنشري لها حتى هو غالي، هذا راه كنشري لها ب 7000 ريال. واخا كنشرب هاد الدواء حيت متبع لها انا غير في بنورشت، هادشي اللي عاطينها. واخا كنعطيه لها كنعطيه لها الصباح وكنعطيه لها الثلاثه وكنعطيه لها التسعود، والو داك الكريز ما كيتحيدش منها كيبقى يجيها، حيت ما يمكنش دابا سميتو بنادم كتعطيه الدواء يعني كينقص منه داكشي. هي لا والو، هي واخا كنعطيه ليها كدير ولا ما شرباتوش كتولي بحال شي عمود ما كتبقاش تنا كاع بحال دابا عاديه هي حيت شاربه، ملي ما كتشربوش كتولي مجبده. انت يا قبيله الامنيه ديالك وليتي باغا تاكدي غير واش كتشوف ولا حيت ما عرفتهاش، وحيت مشيت ماشي مديتهاش انا للطبيب، ديتها للطبيب. جوج قالوا لي كتشوف، جوج قالوا لي ما كتشوفش. قلت لهم واش ميمكنش واش ما كتشوفش مره؟ قال لك ما كتشوفش بمره. وانا ما عرفتش دابا واش كتشوف ولا ما كتشوفش. دابا عويلات ما حركتي شي حاجه ما كتبعهاش؟ ما كتبعهاش. ها هاي نزل الميكرو عندك. هاي ما يعني واخا ديري مع شناهو ما كتبعش. كتشوفي الفيديوهات ديال الدكتور التازي كيفاش كيتساعد مع الناس؟ كنشوفو كيتعاون مع بنادم حتى انا مكرهتش. والله يجازيه الا عاون شي واحد، شي واحد الا عاون واخا غالبا القليل كيفرح الاخر. انا دابا ما كرهتوش انا، واخا شخص لي على الحاله ديال بنتي حيتاش في بنورج مره كيقولوا لي المخ عندها تكمش، مره كيقولوا لي الخلايا ماتوا، مره كيقولوا لي نقص الاكسجين، مره كيقولوا لي عندنا نوع الصرع واعر. انا ما فهمتش ما عرفتش شنو هو بالضبط شنو هو.
حيت كل مره كيقول في الماء كنمشي نسولهم كيقولوا لي عندها، مره كيقولوا لي المخ عندها تكمش كامل، مره كيقولوا لي خلايا عندها في المخ ماتوا، مره كيقولوا لي عندها نقص الاكسجين. ما بقيت انا ما عرفتش، وانا كنتمنى من الدكتور تشازي الا شاف الفيديوهات ديالي، الله يرحم لي الوالدين والله يسهل عليه، غير انا ما غيعطيني انا حتى شي حاجه، غيوقف مع هاد البنيه في سبيل الله. وانا امنيتي توقف لي على رجليها وعن شخص الحاله ديالها. حتى انا ما كرهتهاش تلعب، ما كرهتهاش تنوض مسكينه تبرك. دابا انا راه ما بركتها ما تبرك، ما وكلتها ما تاكل، اي لما بدلت ليها ما تبدل مسكينه وليكوش. ما انا امنيتي قلت لك على بنتي نشوفها واقفه صافي، وشخصوا لها الحاله ديالها الشيء اللي بغيت. انا ما بغيتش بنادم لا يعطيني لا يجيب ليا لا والو، بغيت غير يوقفوا ليا مع هاد البنيه وتبعوا لها عاد شي طبيب ديال الراس مزيان ويشخصوا لها العينين ديولها صافي، وليت كلف لها بالترويض والدواء الشيء اللي بغيت صافي. واش غتقول لديك الممرضه اللي كانت كتشوف؟ انا بجوجهم، انا بجوجهم، انا داعيه من الله الا كانوا هما سبابها، لا في برشيد لا في السطاج، الا كانوا هما سبابها الله ياخذ فيهم الحق. الا كان هادشي عطيه من عند الله مرحبا، هادشي اللي كاين. الا كان عطالي الله وبغاه هكا مرحبا، ولا كانوا هما سبابها خلاوها تفات عليها الوقت حيت هما بقاو كيدوا يجيبوا فيا، ورا دعيتهم الله وتا هي الله ياخذ فيهم الحق، حيت اش ضيعوها مسكين تسبوا لها في اعاقه ذهنيه، هي راه كتعدي عاديه في كرشي. كيفاش دابا كتجاريو المصاريف ديالكم الكرا بزاف بزاف؟ حنا انا كنسمح في راسي، لا انا لا بواها، والله الا كنسمحوا في راسنا ما كنشريوش ما بزاف ديال الحوايج، بعض المرات ما كناكلوش. علاش؟ باش على قبلها مسكينه باش نشريو لها الدواء. كنقول لك الا ما شربتوش كتولي مسكينه بحال شي عمود ما كتناش، واخا كنعطيه ليها يعني النوبات ديال الصرا كيبقاو يجيوها. عطي الرقم ديالك الا بغا شي حد يتواصل معاك ولا بغا شي حد. 06 05 07 46 43.